السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما لاحظتوا معنا في الفيديوهات السابقة كنا دايرين الشبكة فوق داك العود. بالنسبة للناس اللي ما شافوش رجعوا الفيديوهات السابقة غادي يفهموا اش كنديروا. هنا بالنسبة لهذه المرحلة هذه فضلنا اننا نديروا داك الحائط النص ديالو التحتاني بالزليج، اما بالنسبة للجزء الفوقاني درنا لوندوي. طبعا لوندوي باش شد مزيان درنا هذيك الشبكه. كما قلت لكم راه كلشي مشروح في الفيديوهات السابقه فين خديناها والثمن وكلشي، المهم التفاصيل وكذلك كيفاش فيكسيناها. المهم فقط رجعوا للفيديوهات السابقه غادي تلقاو التفاصيل بحول الله. هنا كما كنشوفوا كتلاحظوا معنا حنا بدينا كنديروا في الحيط كنعمروا، لان غادي نديروا الطبقه الاولانيه باش كنشارجيو يعني تسدوا هذوك الحفار ولوندوي نحاولوا ما امكن نجيبوهم قد غير باش ما يعطيناش واحد لي ديفو، باش من بعد غادي نزيدوا الطبقه ديال الفينيسيون. طبعا كما كتشوفوا كنبداو نضغطوا على ديك السباتول اولا سليمان خدام يعني بملاسة كنحاولوا ندخلوا في دوك الحفار باش كيشد مزيان، باش حيت نديروا الطبقه ديال الفينيسيون يجي داكشي مفيني ومقاد. وطبعا رحنا مجربين هادشي يعني ماشي ما تخافوش معايش ما كيتقلعش، يعني حتى الا قلتوا راه غادي تشق من بعد وبدا يتحيد من الخشب راه ما كيتحيدش، لان حاولنا نحيدو في واحد الاماكن ما بغاش نهائيا يتحيد. اون فوا كيشد في ديك الشبكه راه ما تعولوش تحيدوه، يعني ردوا البال مع هاد المساله هذه. الا كنتو باغيين ديروه كتجربه وتبغوا تقولوا غادي يتحيد راه ما غاديش يتحيد، يعني من الاول حيت ديروه تكونوا مقتنعين انكم غادي تخليوه. هذا هو اللي كاين. المهم كما كتشوفوا بدينا كنشارجيو. في الاول كنت فكرت انا باش نديروا هذاك يعني الضربات بلاسباتول كما كتشوفوا كتجربه، بغيت غير نشوف كيفاش غادي يجي. من بعد لان هذا هو الشكل اللي درنا حنايا في الشقه ديالنا بغيت باش نغيرو وما نديروش نفس الشيء. هانتوما غادي تشوفوا معايا الاخير كيفاش جا، يعني الحمد لله جات واحد الفكره زوينه سهله وبسيطه وممكن ديروها لراسكم وكتجي يعني الشكل ديال الحيط انا بالنسبه لي يعجبني. الناس اللي كيعجبهم كما قلت لكم هذا الستيل ديالي انا اللي غاده فيه دابا فاكيد غادي يعجبهم. كما لاحظتوا معنا شارجينا مزيان يعني ما درناش طبقه رقيقه، كنحاولوا نديروا كميه كثيره. تصيدنا الصراحه لان في الاول درنا البواطات دوك ديال لوندوي كدير 40 درهم في 4 كيلو لكن ولا 5 كيلو من بعد فاش مشينا عند السيد هذا الدروك اللي كنتعاملوا معاه الله عمره دار صراحه هو اللي نصحنا اننا ناخذوا الخنشه فيها 25 كيلو ب 130 درهم اولا 120 ما بقيتش عاقله ولكن يمكن 130 درهم. في الاول كنت كنسول الدروغري الاخرين اللي كنت كنتعامل معاهم من قبل كانوا كيقولوا لي ما كايناش العجينه نهائيا، يعني 25 كيلو كتكون فيها غير الغبره وهذا خطا، يعني ضروري انكم تسولوا شحال من واحد باش تعرفوا. انا شحال هذه وانا كنستعمل هاد الطويصات هذه لان قالوا لي ما تعوليش على العجين اللي كيكون ما يعني مبريباري راه ما تلقايش في 25 كيلو، يعني كاين بعض الناس ما كيبغوا غير باش يبيعوا لك تيبيعوا لك كيعطيوك معلومات غلط باش تاخذ داكشي اللي موجود عندهم. من الاحسن الواحد يسول اولا كما بحال هكا يشوف فيديوهات اللي كيديروا الاصلاحات باش ياخذ المعلومات كما كندير انا. رانا كنتبع شحال من قناه مغربيه اللي هي مهتمه بهذا الشيء ديال البناء وكل شيء باش كناخذ المعلومات، لان راه ماشي ما كنعرفوش كل شيء واخا داك الشيء حنا في هذا المجال ولكن راه ماشي يعني لا بدا الواحد كيتصيد. المهم كما كتلاحظوا معنا الطبقه الاولانيه راه كفاتنا ليها جوج بواطات ومن بعد جبنا الاخر جبنا الخنشه هي اللي كنخدموا بها والحمد لله راه كفات وشاطت، يعني انا جمعتها باش نخدموا بها بلاصه اخرى ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا قربنا نساليو هاد الحيط هذا لان ما فيهش بزاف. بالنسبه لهذيك النقاصه اللي كيفيني سليمان حداها في الاخير اكتشفنا انها ما خصهاش تكون اصلا ديك النقاصه ولا ما سميتها، المهم حيت خارج فيها الخيط لان خدينا واحد لا لومب من ايكيا اللي هي خاص يتركب ديريكتومون في الحيط. من بعد راه حيدناها وقطع سليمان واحد الخشبه على قد ديك الحفره وفيسيناها في بلاصتها وتقبناها وخرجنا منها الخيط، يعني باش الواحد
هذا يركب هذيك وهو مهني وجايه بحالها لاصقه في الحيط. المهم هذا الشيء غادي تشوفوه في الشكل النهائي ان شاء الله. بالنسبه لهذا الجزء اللي قلت لكم، الطبقه الثانيه هذه من بعد يعني مده، لان دوزت نهار ما خدمتش والنهار الاخر هو اللي خدمت فيه كما كتلاحظوا، كنبدا ندير ضربات هكا بيدي في ديك الطبقه الثانيه اللي زدت، لان يعني كما قلت لكم خصها تجي شويه غليظه. وهذا هو الشكل ديالو، يعني راه كتبقاو ديروا ضربات وتخليوه شويه يشد، عاد من بعد كتعاودوا تفينيو، يعني فاش كيبدا ينشف كتقيسوه باش ما يبقاش حرش كما كتشوفوا معايا. كان بحال دوك الضربات اللي قصت بصباعي كيوليو بوانتور، خصكم تنعسوهم باش كيجي الحيط بحال شويه ملس، ولكن في نفس الوقت عطيكم هاد الزواقه هذه. يعني انا صراحه عجبتني. عطوني رايكم باش نعرفكم حتى نتوما الذوق ديالكم كيفاش داير. كما كتشوفوا كنبدا نضغط عليهم حيت خليته حتى نشف شي شويه باش ما يبقاش يلصق ليا عاود في يدي. صافي. وهنا يا سليمان كما كتشوفوا راه تيفيني السقف، كيحيد داك الزوائد. كما كتلاحظوا الخيط راه ولا خارج غير خيط، لان درنا هذيك الخشبه كما قلت لكم وعمرنا عليها فينيناها، يعني خشبه غليظه شي شويه باش جات على قد الحفره قطعها كاريه. هذا هو الحائط. المهم مازال غادي تشوفوا ان شاء الله في الشكل ديالو النهائي فاش غادي نصبغوا كل شيء ان شاء الله. ما غاديش نزيد نطول عليكم بزاف في الشكل النهائي، لان احنا غاديين في الاشغال على قدم وساق باش ما نتعطلوش عليكم بزاف. وحتى احنا صراحه عيينا بهذه الروينه ومحتاجين الحمام، لان شحال هذه وحنا كنستعملوه فقط غير ديك الخيمه. هذا الشيء اللي كاين. المهم الحائط هو هذا، راه باقي كيلمع لان مازال ما نشفش تماما. ان شاء الله غادي نخليوه هبات ينشف مزيان، لان دابا سخون الحال، يعني ليله وحده راه كافيه باش ينشف. وغادي ندوزو باش ان شاء الله نصبغوا هذاك السقف بلاتانت والفيرني، نديرو فيرني طبقات كثيره. هادشي كنقول لكم ربما ما يبقاليش الوقت بزاف باش نفيلمي لكم، داكشي باش كنعطيكم اشنو غادي نديرو. بالنسبه للزليج هو هذا اللي درناه، ودرناه بهذا الشكل ديال البريك، تيعجبني بهذا الشكل انا بزاف صراحه. صافي، هذا هو اللي كاين. اللون خدينا اوني، والتحت راه مزوق. المهم الشكل النهائي راه قريب ان شاء الله باش تشوفوه، وان شاء الله بحول الله يقدر يعجبكم. هادشي اللي كاين، ما بغيتش نطول بزاف في هذا الفيديو لانني صراحه باقا عيانه كنخدم، واخا داكشي عيانه، ولكن ان شاء الله راه غادي نحاولوا نسربيو هادشي، وكذلك دوك لي فينيسيون ديال الخشب وكلشي. المهم مازال غادي تشوفوه في الشكل النهائي، وغادي نشرح لكم كلشي بالتفصيل ان شاء الله بحول الله. هادشي اللي كاين، الشيء اللي بغيت نوريكم باش ما نغبرش عليكم. تهلاو لي فراسكم، ما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديوهات باش تشجعونا على الاستمرار، وشكرا لكم.